الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وما أكثر الضاحكين في زمن المفترض أننا فيه نبكي أكثر مما نضحك. ليس عيب أننا نضحك، فالمؤمن الصادق بسام بالنهار بكاء بالليل، قد يظهر للناس أنه في فرح وسرور، لكن في قلبه ما لا يعلمه إلا الله. ما رؤي صلاح الدين متبسما ناهيك عن ضاحكة، ما رؤي صلاح الدين متبسما وحين سئل قال: كيف أتبسم والأقصى بين أيدي الصليبيين؟ فهذا أقصانا يئن ويبكي ويصرخ وينادي منذ عشرات السنين، فلا عين تدمع ولا أذن تسمع ولا قلب يخشع. جاءت هذه الآية العظيمة التي عنونها شيخنا حفظه الله لمحاضرته المباركة في سياق سورة النجم، سورة عظيمة زكى فيها الله سمع وبصر وقلب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه لا ينطق عن الهوى، والسورة مكية، وطابع السور المكية أنها شديدة اللهجة، ترسخ العقيدة وتذكر الناس بالله وباليوم الآخر. ركز القرآن على قضية اليوم الآخر، لأننا والله أحبتي لو استشعرنا اليوم الآخر لبكينا، لضحكنا قليلا ولبكينا كثيرا، كما قال الله جل في علاه، قال سبحانه: فأن إلى ربك المنتهى، أي إليه المرجع وإليه المعاد، فأنه هو أضحك فأبكى، أي خلق في الإنسان صفة الضحك وصفة البكاء، وأوجد فيهما أسبابهما، أسباب للضحك وأسباب للبكاء. مر الحسن البصري على أقوام يضحكون ومن بينهم شاب يضحك بأعلى صوت، فقال: أيها الشاب، هل مررت على الصراط؟ قال: لا. قال: أتدري يؤخذ بك إلى جنة أم إلى نار؟ قال: لا. قال: إذن فلماذا الضحك؟ قيل لمحمد بن الرافع: لماذا لا تتكئ؟ قال: إنما يتكئ الآمن وأنا لازلت خائفا. قال: إنما يتكئ الآمن وأنا لازلت خائفا. فلله درهم، ما الذي أخوفهم وما الذي جعلهم لا يضحكون إلا قليلا ويبكون كثيرا؟ إلا هو استشعار اليوم الآخر بكل ما فيه، وأن إلى ربك المنتهى. ستعود البشرية من أولها إلى آخرها، وسيجمعها الله في صعيد واحد. هنالك يتذكر الإنسان وأن له الذكرى. من كان خائفا في الدنيا أمين وضحك في ذلك اليوم، ومن كان ضاحكا مبتسما مسرورا كان خائفا في ذلك اليوم. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. اسمع كيف ذم الله المنافقين حين تخلفوا عن الطاعات والنفقة والجهاد في مرضات رب الأرض والسماوات. اسمع بارك الله فيك، فرحوا، فالفرح يستدعي الضحك،
فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، حين يعاينوا الحقائق، وحين تنكشف لهم الأمور على حقيقتها، هنالك سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى. ثم الحقيقة التي لا بد أن نعلمها، وأنه هو أمات وأحيا، أناس تحيا وأناس تموت، يحيي ويميت، وسنة الله لا تتغير، أقوام ترحل وأقوام تبدأ من جديد، تدخل باكي لكن كيف ستخرج؟ أنت الذي ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون السرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا، اعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا على فراقك في يوم موتك ضاحكا مسرورا، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وأن عليه النشأة الأخرى، سيعيد الخلق كما بدأ، الذي بدأ الخلق سيعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم. مما خلق الإنسان؟ من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى. لاحظ، هو يتكلم عن نفسه جل جلاله وعما يفعل، عن ربوبيته وعن قدرته وعن عظمته، ومن عظمته أنه سيجازي المسيء على إساءته، وسيجازي المحسن على إحسانه، وأنه هو أغنى وأقنى، أي أمدكم بالأموال وأقناكم بها وأرضاكم بما أعطاكم، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، لأنهم كانوا يعبدونها فانتكست فطرهم وظلموا أنفسهم حين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فرد العبودية إلى نفسه تبارك وتعالى، وأنه هو أحق بالعبادة دون سواه. من الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه، فوضعوا العبودية في غير موضعها وعبدوا النجوم والأصنام والطواغيت. ثم بين لهم عاقبة أولئك الذين كذبوا بآياته واستكبروا عن اتباع مرضاته، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، أي أهلكهم عن بكرة أبيهم ولم يبق منهم أحدا، وقوم نوح من قبل. كل هذا للتفكر والتدبر في مآل القرون الأولى. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بلاغ للناس. وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى، قوم لوط، فغشاها ما غشا، أي أمطر عليها من الحجارة ما غشاها، فجعل عاليها سافلها. ثم خاطب الإنسان، فبأي آلاء ربك تتمارى، بأي آلاء ربك تتمارى. تشك وترتاب في هذه الآيات والنذر. هذا نذير من النذر الأولى، أي محمد نذير كالنذر الأولى من البشر والرسل. أزفت الآزفة، أي اقتربت القريبة، أي اقتربت القيامة، ليس لها من دون الله كاشفة، لن يردها أحد من المخلوقين. ثم قال، أفمن هذا الحديث الذي سمعتموه تعجبون وتضحكون ولا تبكون،
وأنتم سامدون معرضون فاسجدوا لله واعبدوا، أي اخضعوا له واعبدوه واسجدوا له وحققوا له العبودية. تأمل الحديث تذكير بالدار الآخرة، الحديث تذكار وتذكير بمآل الناس إلى الآخرة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون وأنتم سامدون أي معرضون كما قال ربكم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. كم ضحكنا وكم سمعنا من القهقهات يمنة ويسرة، وأعراضنا مقدساتنا أحوالنا لا يعلم بها إلا الله تبارك وتعالى. والله من باب أولى أن نستحي من الله أجرانا على هذه على هذه الحال. والذي نفسي بيده لا يحيي القلوب إلا التعلق بعلام الغيوب، والله لا يحيي القلوب إلا التعلق بعلام الغيوب. نرى الضاحكين ونرى الباكين أيضا، لكن شتان بين دموع هذا ودموع ذاك. بعض الدموع على فراق الأحباب والأصحاب، فراق العشاق وفراق أهل الهوى، أبكوا وصرفوا تلك الدموع في غير محلها. إذا أقبل الحبيب بكى فرحا، وإذا أدبر الحبيب بكى على فراقه. وأكثر الناس يبكون على مصايبهم ورجاياهم، وأكثر الناس يبكون على مصايبهم ورجاياهم. تأمل الفرق بين بكاءنا وبكاءهم وبين دموعنا ودموعهم. كانت دموع عمر حارة، كانت دموع عمر حارة، والدموع الحارة أحبتي هي التي تترك الأثر بعد الأثر. قد نبكي في حين ثم نخرج ونعود إلى ما كنا عليه، لأن الدموع باردة، لأن الدموع باردة أثرها في حينها. أما دموع عمر فقد تركت أثرا على وجهه من حرارتها ومن أثرها الشديد. الفرق بين بكائنا وبكاءهم، نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم للخروج للجهاد، وأمر بمن عنده العدة أن يستعد ويعد نفسه للخروج. فجاء الذين لا يملكون مالا ولا يملكون راحلة، أرادوا الخروج، جاءوا يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم احملنا معك، نريد أن نخرج نجاهد ونبلغ الشهادة في سبيل الله. فردهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن ليس عنده ما يحملهم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فعلم الله صدقهم ونيتهم في الخروج، فقال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين ما لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالق وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. نبكي على فوات فرصة من فرص الدنيا وعلى خسارة مال أو فقد ولد، لكن من منا يبكي على مثل هذه الفرص؟ جاء فقراء أناسا من أصحاب محمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ذهب أهل الدثور بالأجور، اسمع المسابقة، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، نصوم يصومون كما نصوم، ثم يتصدقون بفضلات أموالهم ولا نجد ما نتصدق به. اسمع بارك الله فيك، ذهب أهل الدثور بالأجور، أنفقوا على أنفسهم وعلى أهليهم، ثم ما فاض من أموالهم أنفقوه في مرضاة الله، لم يدخروه ولم يحبسوه ولم يكنزوه، ولكنهم أنفقوه لأنهم يعلموا أن النفقة من أقرب القربات إلى رب الأرض والسماوات. فعلى ماذا نبكي ولماذا ندخر؟ ومن الذي يضمن الغد أو ما بعد الغد؟ أما آن لنا أن نكون كالطيور ونتوكل على الله حق التوكل؟ أما آن أن نكون كالطيور تغدو خماصا وتروح بطانا ولا تحسب حساب الغد لأنها تعلم أن الله لن يضيعها؟
عجب، وأمتنا تحتاج إلى النفقة وتحتاج إلى البذل والعطاء في كل مكان. هذا الفرق بين دموعنا ودموعهم، وهذا الفرق بين سباقنا وسباقهم، هذا الفرق بين ضحكنا وضحكهم. مرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن تولى أبو بكر الخلافة، جلس مع أصحابه يوما، فجيء له بكأس من الماء مشربا بالعسل، فرفعه إلى فيه فلم يجاوزه، بكى وأبكى حتى أبكى من حوله، ثم رفع الكأس إلى فمه مرة ثانية فما بلغه، بكى وأبكى حتى أبكى من حوله، ثم أرادها ثالثة فبكى وأبكى حتى أبكى من حوله، ثم قيل له: يا صاحب رسول الله، ما الذي أبكاك؟ قال: كنت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام فبكى بأبي هو وأمي، فقلت: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: هذه الدنيا اعترضت لي وتزينت لي وقالت لي: يا محمد، إن نجوت مني فلن ينجو مني من بعدك، إن نجوت مني يا محمد فلن ينجو مني من بعدك. فهي غرتنا بأموالها وزينتها وبطول آمالنا فيها. بكى الحسن البصري بكاء شديدا بآية تليت على مسامعه، فأين نحن من وقع هذه الآيات التي تقرأ على مسامعنا؟ آيات تقرأ وأحاديث تروى ومواعظ تلقى، تدخل من اليمنى وتخرج من اليسرى. اسمع بارك الله فيك، في ساعة إفطار جاء للحسن البصري بالطعام، فقيل له: الطعام يا رعاك الله. فبكى وأبكى وعافت نفسه الطعام، تذكر بطعام الدنيا طعام الآخرة، وتذكر قول الله تبارك في عزاه: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. فبكى وأبكى وعافت نفسه الطعام، وأصبح صائما لليوم الثاني على التوالي، لم يذق طعم الطعام ولا طعم الشراب. حانت ساعة الإفطار من اليوم الثاني وقدم له الطعام، قيل له: الطعام يا رعاك الله. فتذكر وبكى وأبكى وعافت نفسه الطعام، واسترجع قول الله تبارك وتعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. فأصبح صائما باليوم الثالث على التوالي، لم يذق طعم الطعام ولم يذق طعم الشراب، حتى حانت ساعة الإفطار من اليوم الثالث. ذهب ابنه إلى ثابت البناني ويحيى البكاء، قال: أدركوا أبي. ثلاثة أيام لم يذق فيها طعم الطعام ولا طعم الشراب، فلا زالوا يواسونه ويكلمونه حتى ذاق سويقة من ثمر. أسألك بالله العظيم، ما الذي أبكاهم وأسال دموعهم حارة على قدودهم؟ أليست هي المسؤولية ومسؤولية الوقوف أمام الله؟ أليست هي مسؤولية اليوم الآخر وما فيه من الشدائد والأبوال؟ من الذي سيضحك في ذلك اليوم؟ فنهنيه؟ ومن الذي سيبكي في ذلك اليوم فنعزيه؟ لا زالوا به حتى ذاق سويقة من ثمر. فقال: يا رعاك الله، ما الذي أبكاك؟ فقرأ عليهم قول الله جل في علاه: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مثيلا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. الضاحكون كثر والباكون
الله أعلم، الله أعلم بحالهم وأعلم بالذي أبكاهم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي شيخنا أبي عبد الرحمن خير الجزاء، وأن لا يحتمه أجر هذا اللقاء، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. اللهم اجمع شملنا وحفظ صفنا، أصلح ذات بيننا، اهدنا سبل السلام يا ذا الجلال والإكرام. استغفر الله العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.